السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع قناة عالم من تحت ريفنا ما كنت في الوطن العربي الكبير، رحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون في غاية التميز لكل من يملك حساب على الانستغرام ويريد الربح منه، بحيث أنني سوف أقدم لك من خلاله موقع محتكر للحصول على عروض إعلانية لعديد الشركات التي سوف تعلن في حسابك وتدفع لك مقابل مادي محترم. إذن كي لا أطيل عليك سوف أمر مباشرة لصلب الموضوع. أتمنى منك فقط تشجيعي بنقع زر لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. إذن كما ستشاهد معي هذه هي واجهة الموقع الذي بإمكانك من خلاله الحصول على عروض إعلانية لعديد الشركات التي تقوم بالإعلان لديك في حسابك في الانستغرام، وفي المقابل تدفع لك مبلغ من المال. وكما ستشاهد معي فهذا الموقع يتضمن عديد المؤثرين، كما سوف تشاهد معي لديهم عدد كبير من المتابعين، 35 مليون متابع، 48 مليون متابع، 400 ألف، مليون فاصل اثنان، وأيضا إذا كان لديك 40 ألف، 50 ألف، 10 ألاف، كيفما كان عدد المتابعين لديك في حسابك بإمكانك أن تنضم إلى هذا الموقع وتحصل على عروض إعلانية متوافقة أكيد مع الحساب الذي تتوفر عليه. ولكي تقوم بالتسجيل في هذا الموقع، طبعا الرابط الخاص به سوف تجده كما جرت العادة أسفل الفيديو في صندوق الوصف، فيكفي أن تقوم بالدخول إليه ثم تضغط على خيار التسجيل من هنا في أقصى اليمين. هنا سوف تلاحظ معي أن هنالك اختيارين، الخيار الأول خاص بالمعلنين أو الشركات التي تبحث على مؤثرين بطبيعة الحال لكي تعلن لديهم، والخيار الثاني وهو الذي يهمنا نحن كمؤثرين، وبالتالي نقوم باختيار الخيار الثاني، وبعد ذلك تضغط على خيار إتمام التسجيل بطبيعة الحال. هنا تقوم بملء المعلومات العادية وهي الاسم المستخدم هنا والإيميل، كلمة السر مرتين. هنا تحدد المنطقة الجغرافية بطبيعة الحال. هنا بالنسبة لرقم الهاتف وباقي المعلومات يمكنك تركها فارغة، ليست بالمهمة بشكل كبير، ثم توافق على الشروط وتقوم بالتسجيل. سوف أقوم بالتسجيل الآن بسرعة وأفتح حساب، وبعد ذلك أعود لأشرح باقي التفاصيل. إذن بعد أن تقوم بالتسجيل وفتح حسابك لأول مرة سوف تظهر معك الواجهة على الشكل التالي. هنا مجموعة من المعطيات، أولها هنا الأرباح الخاصة بك، هنا الشركات التي تنتظر منك الإعلان بطبيعة الحال، هنا الحساب الخاص بك على الإنستغرام، وكذلك هنا مجموع الأرباح الخاصة بك في الموقع، وهنا العروض التي قمت بإتمامها. أول شيء طبعا سوف يتوجب عليك القيام به وهو أن تربط حسابك في هذا الموقع بحساب الانستغرام، وذلك بالنقر على هذا الخيار. يمكنك كذلك أن تقوم بربطه بتويتر إذا كان لديك حساب متفاعل، أو بقناة على اليوتيوب، أو كذلك بصفحة على الفيسبوك. طبعا ما يهمنا أكثر اليوم وهو الانستغرام طبعا، وتقوم في النقر على خيار الانستغرام. هنا تدخل اسم الحساب الخاص بك على الانستغرام. سوف نقوم بالتجريب بهذا الحساب فقط لكي أريك طبعا كيفية إدخال الحساب الخاص بك. هنا اسم الحساب، تضغط على هذا الخيار ثم تنتظر لحين إيجاد الحساب بطبيعة الحال، وبعد ذلك لن يتم السماح لك طبعا بالإعلان إلا إذا قمت بهذه الخطوة، وهي مهمة جدا لكي يتأكد الموقع أن ذلك الحساب حسابك الخاص على الانستغرام. الخطوة هي بسيطة جدا، تقوم بنسخ هذا الكود الموجود هنا بهذا الشكل، ثم تقوم بكتابته في هذا المكان، يعني في الانستغرام الخاص بك. تدخل إلى الإعدادات ثم إلى البيو هنا في هذا المكان، وتقوم بكتابة هذا الرمز، ثم تضغط على فيريفي بهذا الشكل لكي يتأكدوا أن الحساب خاص بك. بعد الانتهاء من هذه الخطوة سوف تكون قد قمت بربط الحساب الخاص بك بنجاح.
وهذا يعني أن الحساب الخاص بك سوف يظهر في هذا المكان كما سوف تشاهد. سوف تنقر على هذا الخيار الخاص بالبحث وسوف يظهر هنا في هذا المكان في هذه الخيارات الموجودة هنا بطبيعة الحال. كما تشاهد هناك الكثير من الحسابات على الانستغرام التي بها 100,000 متابع، 500، 13,000، 33,000، يعني جميع الأرقام موجودة ويمكنك أن تدرج الحساب الخاص بك في هذه القائمة. هنا الآن الناس أو الشركات التي تريد أن تقوم بإعلان لمنتج معين سوف تجد الحساب الخاص بك في هذه القائمة ويقومون بالدخول إليه بهذا الشكل، وسوف يجدون مجموعة من المعطيات. مثلا هذا الحساب به 39,000، هنا رسالة تحفيزية طبعا للشركات، يعني أنك لديك حساب متفاعل وأن يعني الإحصائيات الخاصة بك على الشكل التالي، مثلا عدد الناس الذين يتابعونك، كذلك الأعمار، كلها أمور يمكنك أن ترفقها في هذا المكان. اللغة الخاصة بالحساب، الدولة، يعني الناس الذين يتابعون الحساب الخاص بك من أي دولة، كذلك الجنس، العمر، ومزيد من المعطيات تقوم بكتابتها في هذا المكان. وهنا يمكنك أن تختار الأتمنة الخاصة بكل منشور. مثلا بالنسبة لهذا الشخص ينشر لنا صورة $10 لساعتين، كذلك صورة ورابط في البيو الخاص ب يعني الحساب الخاص به ب $12، كذلك بالنسبة ل 24 ساعة فهو سوف تدفع له $19. كل هذه المعطيات تقوم بتحديدها فور ربط حسابك بهذا الموقع، كذلك ستوري ب $11 وستوري مرفق بالرابط ب $14. نفس الشيء ينطبق على جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا الموقع، فكما قلت هناك عديد الناس الذين يملكون عدد كبير من المتابعين، وكذلك الذين يعني يملكون فقط عدد بسيط كما سوف تشاهد. مثلا بالنسبة لهذا الحساب به 569، هنا التقييم الخاص بالحساب، وهنا الأتمنة الخاصة بهذا الشخص كذلك، فهي تختلف بطبيعة الحال على حسب عدد المتابعين الذين تتوفر عليهم في الحساب الخاص بك على الانستغرام. فلنقوم بالبحث مثلا على هذا الشخص في الانستغرام، مثلا هذا الحساب، عفوا، نقوم بالبحث عليه بهذا الشكل. هذا هو الحساب به تقريبا 569، نفس العدد الموجود هنا. وكما تلاحظ فهذا الحساب لكي تقوم بالنشر من خلاله صورة وتراسل هذا الشخص صاحب الحساب فسوف تدفع له هذا أو هذه المبالغ الموجودة هنا، ونفس الشيء سوف تقوم به كذلك، تقوم بإدخال حسابك على الانستغرام وتضع المبالغ التي تناسبك بطبيعة الحال. وطبعا لكي تقوم بسحب الأرباح الخاصة بك تعود مرة أخرى إلى الواجهة الرئيسية ثم تضغط هنا على الخيار السحب، ومن ثم تقوم بإدخال حسابك على PayPal من هنا، وبعد ذلك تقوم بالضغط على خيار طلب السحب بطبيعة الحال، وسوف تتوصل بالأرباح الخاصة بك في غضون 10 أيام. إذن أعتقد أن هذا كل ما يخص هذا الموقع. أتمنى أن يكون الشرح واضح بالنسبة إليك وأن تستفيد من الحسابات التي توفر عليها طبعا على الانستغرام أو كذلك على مواقع التواصل الأخرى، وطبعا تحصل على عديد الشركات التي تستخدم هذا الموقع وتعلن لدى هؤلاء الأشخاص، مع طبعا اختلاف الأتمنة، يعني يمكنك أن تضع الأتمنة على حسب عدد المتابعين الذين تتوفر عليهم وكذلك التفاعل الموجود في حسابك. إذن هذا كل ما يخص شرح اليوم، أتمنى أن يكون مفيدا بالنسبة إليك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بنقل زر لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس. شكرا لك وإلى اللقاء.